خليني على كل حال اروح انا وكريم مع حضراتكم دلوقتي ونشوف بعض التصريحات اللي كانت طبعا لبعض اللعيبه امبارح بعد المباراه. يعني كان في عندنا تصريحات خاصه بكريستو وعندنا طبعا كوكا. خلينا نتابع. الحمد لله دي حاجه كويسه جدا، الاولمبياد دي مش ناس كتير بتروح لها، فاكيد ده كان هدف بالنسبه لنا احنا واللعيبه كلها. فالحمد لله كلنا كنا رجاله من اول ماتش، حتى في اول ماتش كان حصل تعادل والدنيا نزلت شويه، لكن احنا كنا واثقين من نفسنا ولمينا نفسنا بسرعه، والحمد لله قدرنا. بس في النهايه زي ما الناس كلها شافت كده كان في ظروف مختلفه، بس الحمد لله يعني هدفنا كان نروح اولمبياد باريس وده حققناه يعني الحمد لله. قبل ما اروح للمباراه بقى، هو خلاص احنا رحنا للمباراه، كلمني عن جمال الاسيست بتاع الجون الاولاني لديانج، اللمسه الفنيه من كوكا، والاسيست كان يعني كل من في الملعب سقف وحيا كوكا على الباص ده. الحمد لله ده كله في الاول وفي الاخر توفيق ربنا، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويحاول يساعد الفريق ويحاول يبذل اقصى مجهود. انت بتلعب في النادي الاهلي، فالمفروض ده اللي بيتقدم، ده الطبيعي. لعيب في النادي الاهلي بيلعب، ده المفروض ده الطبيعي اللي بيقدمه، مش حاجه مختلفه ولا حاجه جامده يعني. فالحمد لله ده توفيق من ربنا يعني في الاول وفي الاخر. كوكا النهارده مباراه كبيره بتستحق جائزه رجل المباراه، عملت مباراه كبيره. كابتن سيد وانا بتكلمها قال لي واحد من نجوم المباراه النهارده كوكا، اعتقد ثقه الجهاز الفني، ثقه مارسيل كولر في كوكا، اعتقد ده مردودها بجائزه رجل المباراه. الحمد لله زي ما قلت لك الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، ودي بتبقى حاجه بسيطه يعني نقدمها دايما في الملعب. فالحمد لله الواحد دايما بيحاول يموت نفسه ويحاول يكون موجود بشكل كويس لما ياخد فرصه. الحمد لله النهارده الواحد ربنا كرمه يعني الحمد لله. انا عارف تفاصيل خاصه بكوكا في الملعب وبره الملعب، لكن في فرض انا بستغل وجودك النهارده وبستغل جايزتك ان انا عايز اديله جزء من حقه، وهو والدك الحاج نبيل. يعني اعتقد انا من وانت في الناشئ النادي الاهلي ما سابكش في مره، ما سابكش في ماتش، اعتقد النهارده مهم جدا ان احنا نديله جزء من حقه يا كوكا. لا مش جزء لحقه، هياخد كل حاجه يعني. والدي من زمان هو في ظهري، دايما داعم ليا، دايما سند ليا، فبهدي له الجائزه دي، وان شاء الله دايما احاول ابذل اقصى مجهود لي والام ولعيلتي كلها. دي اقل حاجه نقدمها ليهم يعني، مش انا بس، لكل الناس. اهم حاجه طبعا عيلتنا، والدي ووالدتي، دول اهم حاجه في الدنيا يعني.